علي ومحمود، علي ومحمود بهدوء، علي يتقدم يحط جول 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 في الدقيقة 98، في الدقيقة 98 علي فوزي يهدي 3 نقاط للكابتن طلعت يوسف ولفريق إنبي. خلاص خلاص محمود على محمود على قلب الدفاع، الهداف التاريخي لمدافعي نادي الزمالك، ومحمود علاء اللي تألق من قبل مع نادي حرس الحدود من 2011 وحتى 2015، وحاليا في هذا الموسم معار من الزمالك الاتحاد. محمود علاء والحارس محمد فوزي اللي النهارده فوزي عامل مباراه محترمه جدا حتى وقتنا هذا، وده احمد فتحي فيليكس، ومحمود علاء قلب الدفاع، اللاعب المخضرم واللاعب الدولي وركل الجزاء في وقت قاتل من نهايه المباراه. محمود علاء وحكمنا والحارس محمد فوزي لسه علاء وفوزي، محمود علاء وحطها جميله، جول جوه جول جوه جول، الهدف الاول للاتحاد من ركله جزاء بقدم محمود علاء في الدقيقة مشاهدينا 84 من نهاية المباراة. مدد 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 لاتحاد سيد البلد، الفرحة الفرحة والتشجيع الجنوني من كل العاشقين والمحبين للزعيم. ثلاثية وفي أول مباراة كمان، كرة بالعرض داخل منطقة الجزاء، مروان يا ولد وانفراد، جول جول جول، مروان محسن يصنع ومحمد رضا بوبو يسجل هدف مبكر في بداية أحداث الشوط الثاني، وفي الدقيقة 49 بوبو يجد الشباك بعد هجمة منظمة واختراق للدفاع البورسعيدي، استلام رائع من مروان محسن وصناعة رائعة من مروان، ثم الإنهاء واللمسة الأخيرة في الشبكة بشري من 4 لاعبين. ادي اهو، ادي الكرة الأولى اهو من جوناثان، شاف إن هي جت في صدره، ثم بعد ذلك الكرة الثانية برضو من جوناثان مع جريندو، شاف إنه تدخل عادي بين مدافع ومهاجم. إلياس جيلاسي تتلعب علي، يا ولد من غير ضربة جزاء، مش محتاج ضربة جزاء، الفتى مروان يضع الكرة في الشباك مع اكتمال الساعة في هذه المباراة، يعيد المباراة لنقطة التعادل. يا مروان يا مروان كنت فين من زمان، يصدر الفرحة ويشعل المدرجات البورسعيدية بهدف التعادل. لكن تتقطع منه وبيتقدم أمامية حلوة للفراد أوروك، يا لعيب يا لعيب يا لعيب، الهدف الأول لغزل المحلة، الهدف الأول لغزل المحلة، جبريل أوروك يخطف الأول لزعيم الفلاحين من بدري في الدقيقة 4، والهدف الأول جابر. لكن شوف هنا بقى العودة من مصطفى شلبي وحكم المباراة بيقول العب على الأرض، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أرجنتين مصر بحق وحقيقي، أرجنتين مصر بحق وحقيقي، تانجو أرجنتيني بحق وحقيقي، غزل المحلة في 19 دقيقة يغير كل موازين المباراة، الثاني من الندري. وركلة الجزاء زيزو في مواجهة أحمد ميهوب، زيزو وميهوب وترقب وحضر داخل منطقة جزاء النادي غزل المحلة، زيزو في مواجهة ميهوب وزيزو بيتقدم وأحمد ميهوب بينتظر وعبد العزيز السيد بيصفر وزيزو يسجل الأول، يقلص الفارق زيزو، يقلص الفارق زيزو، والزمالك يسجل الهدف الأول زيزو في الدقيقة 62 بعد مرور نص ساعة. عبد القادر والمتابعة والتصويب والصد الحلوة خطيرة والهدف، جول جول جوه جول، الهدف الأول المخيف رجع مرة تانية يسجل أهداف، يمتع الناس يسعد الناس، محمد شريف يا لطيف يا لطيف يسجل الآن الهدف الأول، هدف التقدم في الدقيقة 31 من الزمن الشوط الأول، الهجمة الأولى الخطيرة. وليد الكارتي
الكرة المتسقطة عدت خطيرة وممكن جول 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 جول. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على التمريرة الدليفري، تمريرة حكاية بالمسطرة، ده بالسنتيمتر يا حبيبي سنتيمتر. وادي رمضان، رمضان بيدي غطس وبياخد سبرنت كده. الكرة الأمامية بتبحث عن حسام، ادي حسام يا ولد يا ولد يا ولد، وادي المتابعة وجول جول جول جول. البديل البديل بعد 4 دقايق فقط بينجح في التسجيل، حسين فيصل من كرة متسقطة للمتنفس الهجومي حسام حسن. غير استمرار المراوغة، فرص، ادي كرة عند مصطفى، مصطفى قدرات امكانيات وجول. بقول لحضراتكم قدرات ومهارات وجول، وهو ده الفرق، وهي دي اخلاق مصطفى، مش عايز يحتفل. بقول لحضراتكم مسجل مع سموحة 17 هدف، لكن في اللقطة اللي فاتت بيقدم لقطات وقدرات وامكانيات.